بمناسبة عيد الشهداء، أقامت غرفة سياحة المنطقة الوسطى حفلا تكريميا للأطفال من أبناء الشهداء، وذلك بحضور فعاليات رسمية واجتماعية في فندق سفير حمص. سعيد لأنه شايف الفرحة على وجوه الأطفال، وهي جميل أنه أنت تخليهم الجو اللي ونحن الحقيقة عرفان منا بالجميل لأبائهم اللي ضحوا من أجل حرية وكرامة هذا البلد، شو ما قدم له الواحد بيوم أصغر. الفعالية تضمنت فقرات متنوعة من أغاني وأنشطة تفاعلية وعروض فنية ورياضية، إضافة إلى توزيع هدايا للأطفال. نحن كل سنة منقدم فقرة موسيقية لتوزيع الشهداء، وهذا أبسط ما يمكن أن نقدمه لأطفال قدموا دماءهم فداء الوطن. الأطفال تفاعلوا مع الأنشطة التي رسمت الفرحة على وجوههم. بسطنا كتير بهاي الفعالية، وبشكر الكل اللي اجتهدوا معنا بهاي الفعالية، والله يرحم شهدائنا جميعاً، وبتمنى أن تضل هيك سوريا فيها بخير وفيها سعادة. شكراً على هاي الفعالية، والله يرحم كل شهداء سوريا. التكريم يأتي كعربون وفاء وتقدير لتضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لصون عزة وكرامة سوريا. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.